هناك شرخ في عامل الثقة أكثر من مرة وأكثر من حكومة وأكثر من مبادرة حسنية تحدث، ولكن للأسف حكومة الإقليم لا تستجيب. أبسط شيء المنافذ الحدودية، هل هناك موظفين اتحادين موجودين في المنافذ الحدودية في الإقليم؟ أنا أجزم لا، وهذا عن لسان يعني المتحدث باسم المنافذ الحدودية يقول لا يوجد هناك أي شراكة في المنافذ الحدودية، وهذا مخالف للدستور بصراحة. خاصة إحنا عندنا مقبلين وعفوا كنا نعيش أزمة مالية كبيرة جدا وخانقة، نحتاج إلى أي فائض مالي يرفع من الوضع الاقتصادي للبلد، لكن مع ذلك لم نرى هكذا شيء. الأمر الآخر أيضا مثل ما تعرف بأنه إحنا موقعين عقد الأوبك بلس وتخفيض المليون برميل يوميا، ما شاركونا بهذا الموضوع، فقط بالالتزامات إحنا نأخذ، ولكن عند إعطاء عند المشاركة في الأمور الصعبة إحنا لا نشترك.